كوفر متمثلة برئيسها، وإلى عمادة كلية التربية بعمادتها وإداريها، وإلى كل القائمين على عقد وإدارة هذه الندوة المباركة. السادة حضور، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. اللسان هو جارحة الكلام، ويطلق اللسان على اللغة، وهو آلة إعطاء المعارف، فوجب أن يكون أشرف الأعضاء. وقد عرفه علماء اللغة ومنهم الزمخشري بأن اللسان هو اللغة، وقال أيضا معناه بلسان قومه أي بلغة قومه. أحبتي الحضور الكريم، الأساتذة الكرام، الطلبة الأعزاء، شكرا لإصغائكم. أعدكم أن أكون آخر المتحدثين فلا يصيبكم التململ. أعدكم بأن تكون هذه الكلمات راسخة في أذهانكم إلى فترة من الزمن، وأنا أكاد أجزم أنكم سوف تتذكرونها بمفرداتها. أساتذتي الكرام، أنا اليوم أرى عملا بانوراميا كبيرا في جرى الحديث من قبل أساتذة كبار وكرام عن الآثار وعن التراث وعن الأدب وعن اللغة. عنوان الندوة فيه ربط بالماضي مع الحاضر. تمعنت في العنوان، أردت الجمع بين العنصرين الماضي والحاضر. بلاد الرافدين بحضارتها العريقة وحاضرها إن شاء الله، مجموعة من الديانات والثقافات المتعددة والبيئات المتداخلة المختلفة. ماذا يجمعها هذه الندوة؟ ما هو الناقل لهذه الندوة؟ ما هو الناقل هذه الحضارة؟ إنها اللغة، إنها اللسان. حتى لا يصيبنا التمني، ووجدت حلقة الوصل بين الماضي والحاضر ألفاظا عامية شائعة، أكاد أجزم أن الجميع ينطقها يوميا في المنزل، في الشارع، في الجامعة، في واسطة النقل، في الحديث، في المقالي. لا يكاد يمر يوما إلا نجد لفظة من هذه الألفاظ تعود بجذورها إلى السومرية، فالأكدية بلهجاتها، فالآرامية بلهجاتها. ومنها اللهجة المندائية الآرامية، موضوع حديث الندوة. هذه الألفاظ بجذورها وأصالتها إنما تؤصل هذا المكون. أريد أقول يعني قد ملاحظة عند الحديث عن المندائية، ما